مساء الخير. ثلاث محطات بارزة تطبع الأسبوع الطالع، أولها عيد جيشنا الوطني والاحتفال العسكري في الكلية الحربية في الفياضية، والذي من المتوقع أن يكسر الجمود الحاصل على مسار تأليف حكومة عتيدة مع ترقب حصول خلوة رئاسية ثلاثية إما على هامش احتفال الفياضية أو في القصر الجمهوري. أما المحطة الثانية فهي في الرابع من آب مع إحياء الذكرى السنوية للثاني أكبر انفجار غير نووي، انفجار مرفأ بيروت وسط عدالة لم تتحقق حتى الساعة ووسط انهيار جزء من إهراءات القمح عصر هذا اليوم وخوف من التسبب بمأساة جديدة. أما المحطة الثالثة فهي بدأت عمليا مع انطلاق الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين في لقاءاته في بيروت، والتي زامنها نشر الإعلام الحربي في حزب الله فيديو إحداثيات منصات استخراج الغاز في كريش، والذي قال عنه هوكشتاين إنه لا يخدم المفاوضات. فيما سارع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب إلى التأكيد أن فيديو حزب الله لا يمثل موقف لبنان. اللافت أن هوكشتاين يحمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين بحسب ما نقل عنه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض. نبدأ النشرة من سقوط بعض الأجزاء من إهراءات القمح، انهيارات صغيرة للحجارة في محيط الصومعتين اللتين سقطتا من إهراءات مرفأ بيروت، وطوافت الجيش تتابع عمليات إطفاء الحريق في إهراءات المرفأ بعد سقوط أجزاء من الجهة الشمالية. والوزير حامية يؤكد أن صومعتين من الجزء الجنوبي انفصلتا عن الإهراءات وحركة مرفأ بيروت لن تتأثر. أجزاء من إهراءات القمح في مرفأ بيروت انهارت عصر الأحد وأخرى مهددة بالسقوط بعد تحذيرات وإجراءات اتخذت على مدى أسبوعين جراء الحريق المندلع في الإهراءات. انهارت صومعتان من الإهراءات وسط تصاعد كثيف من الدخان. وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حامية وتعليقا على سقوط جزء من الإهراءات في مرفأ بيروت سارع إلى التأكيد بأن محطة الحاويات لن تتأثر وحركة مرفأ بيروت، مشيرا إلى أنه حين اتخذ قرار هدم الإهراءات لم يكن سياسيا إنما كان مبنيا على أمور فنية ومن خبراء، وأضاف إنني أطمئن أنه لن يكون هناك انفجار ولا داعي للهلع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشكلة ليست فقط في الجزء الشمالي بل الواضح أن صومعتين من الجزء الجنوبي انفصلوا عن الإهراءات، لافتا إلى أننا أوقفنا عددا من الأرصفة لأن الأمر كان متوقعا من أجل السلامة العامة، متوقعا أن تسقط الإهراءات كلها واحدة تلو الأخرى. وتزامنا مع سقوط الصومعتين تحذيرات للبنانيين المقيمين في بيروت وخصوصا القاطنين في المنطقة الواقعة داخل منطقة المرفأ اتخاذ بعض التدابير الوقائية الضرورية، منها وضع الكمامة، وتطمينات من قبل الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني بأن كل الإجراءات اللوجستية متخذة، مع التأكيد بأن لا داعي للهلع والوضع طبيعي في الجميز والكارانتينا ووسط بيروت. هذا وعملت طوافة من الجيش اللبناني على رش الإهراءات بالمياه للتخفيف من الدخان المنبعث من الإهراءات. بدوره رئيس شعبة العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت أشار إلى انهيار صومع كامل وجزء من صومع آخر من الجهة الغربية لمبنى الإهراء، مؤكدا بأن لا أضرار تذكر وكل الإجراءات الوقائية متخذة وكل الفرق على أهبة الاستعداد للتدخل في حال حصول أي جديد. الانحناءات تزداد في الأجزاء الجنوبية للإهراءات بعد الأجزاء الشمالية التي انهارت عصر اليوم في مرفأ بيروت وتحذيرات من انهيارها. على أبواب الذكرى الثانية من كارثة انفجار 4 آب، تحذيرات من خطر انهيار الجزء الشمالي من إهراءات مرفأ بيروت، الأمر الذي أعاد إشعال الغصة التي لم تنخمد في قلوب اللبنانيين وأعاد الذكريات الأليمة لأهالي الضحايا. تحولت الإهراءات منذ تاريخ بنائها عام 1970 إلى جزء لا يتجزأ من أفق العاصمة بيروت، وتحولت مؤخراً إلى رمز صارخ للبقاء يخلد ذكرى هوية بيروت وسكانها.
احتراق بذور القمح ما زال على حاله، أما فيما يتعلق بموضوع عملية الإخماد فيجب أن تكون متواصلة، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر. البذور الموجودة بالإهراءات من قمح وذرة وغيرها اللي صار لها زمان معرضة للرطوبة والشمس، هيدا الشيء أدى إلى تخميرها ومن ثم إلى تحميصها، يعني تحمصت وصارت قابلة للاشتعال بطريقة كتير سريعة. وبيقولوا العلماء، يعني أنا عملت شوية هيك بحث عن الموضوع، بيقولوا إنه في حال تم تحميصها لدرجة طويلة ممكن هي تشتعل لحالها، وهذا اللي صار بالإهراءات. صار في اشتعال، وبما إنه المنطقة كتير خطرة إنه يقرب لإلها الناس من فوج الإطفاء والدفاع المدني والجيش، صارت تشتعل لحالها وصار في مثل chimney effect، يعني صار الدخان يمرق بقلب الإهراءات ويؤدي كمان لأنه الحرارة تعلى بكل المنطقة بالإهراءات الشمالية. الجيش اللبناني اتخذ داخل المرفأ إجراءات احترازية تقتضي بإغلاق كل المساحة المحيطة بالإهراءات منعا لدخول أي شخص إلى هناك، في حين أنه تم إخلاء كل الأرصفة المحاذية للإهراءات وتم منع السفن من الدخول. أيام قليلة تفصلنا عن إحياء الذكرى الثانية لثاني أكبر انفجار غير نووي في العالم، وفي وقت لا تزال الحقيقة غائبة والأسباب مجهولة، تحذيرات من كارثة ثانية جراء سقوط الإهراءات. ستيفاني سعد، شكر الصباغ، تلفزيون لبنان. في الرابع من آب تلفزيون لبنان يواكب الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، شو ناطرين لمتابعة التحقيق لتحقيق العدالة، شو ناطرين لكشف الحقيقة وطمأنة أنفس الشهداء ليلتئم الجرح الوطني، شو ناطرين لإنصاف أهالي الضحايا، شو ناطرين للاقتناع بأن لا قيامة دون قضاء، لا يهاب لا ينتقي لا يهادن ولا يساوم، شو ناطرين؟ يا ناطرين شو ناطرين، اسمعوا أصوات الراحوا عم تهدر بالضمير، عم تصرخ قوموا قوموا من هالنوم الطويل، كونوا ما عاد في وقت كونوا انتو المصير. يا ناطرين شو ناطرين، هوكشتاين الذي وصل إلى بيروت عصر اليوم للقاء الرؤساء الثلاثة غدا من أجل المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية، التقى اللواء إبراهيم ووزير الطاقة الذي وصف أجواء اللقاء بالإيجابية، مشيرا إلى أن ثمة طرح جديد ومختلف يحمله هوكشتاين هذه المرة، مؤكدا أن لن يتلي أي تشارك في عملية التنقيب بين لبنان وإسرائيل. آتيا من مطار أثينا اليوناني وصل إلى بيروت بعد ظهر الأحد الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين للقاء المسؤولين ومتابعة المفاوضات معهم بشأن هذا الملف، حيث ستكون له سلسلة لقاءات يجريها في لبنان الأحد والاثنين. وكان في استقباله في المطار السفيرة الأمريكية دوروثي شيا وعدد من أركان السفارة. هوكشتاين استهل لقاءاته في بيروت والتقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه على رأس وفد أمريكي بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان، وقد تناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية. بعدها توجه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية إلى وزارة الطاقة برفقة السفيرة الأمريكية، والتقى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ثم غادر والوفد المرافق دون الإدلاء بتصريح. وقبيل وصول المبعوث الأمريكي كان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن هوكشتاين وبعد زيارات قام بها إلى باريس وبروكسل وأثينا لمناقشة أمن الطاقة الأوروبي، سيسافر المنسق الرئاسي الخاص والوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين إلى بيروت في 31 تموز لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسهيل الأمور
المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، واعتبرت الخارجية الأمريكية بأن التوصل إلى حل في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أمر ضروري وممكن، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية. وبعد الظهر استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزي رئيس الوفد الأمريكي في المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان، وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية. هوكشتاين أطلع قائد الجيش على آخر تطورات الملف. من جهة أخرى جدد قائد الجيش تأكيده التزام المؤسسة العسكرية بأي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، آملا أن تصل المفاوضات إلى النتائج المرجوة لما في ذلك من مصلحة للبنان. هوكشتاين كان قد التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في دارته في الرابي بحضور السفيرة الأمريكية، وتم عرض ملف ترسيم الحدود البحرية. وبالتزامن مع بدء الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين، نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله فيديو يظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية، وبعث برسالة عنوانها في المرمى اللعب بالوقت غير مفيد. اللعب بالوقت غير مفيد. وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب أشار إلى أن أبرز لقاءات الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين ستكون مع رئيس ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهناك موقف واحد للمسؤولين اللبنانيين وهو العودة إلى المفاوضات في الناقورة، وعون وبري وميقاتي يتفقون على ذلك. من جهة أخرى أكد أبو حبيب بأن فيديو المسيرات الذي نشره حزب الله عن إحداثيات منصات استخراج الغاز لا يمثل موقف في الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مشكلة مع المقاومة إلا أن القرار حول الترسيم هو قرار الحكومة اللبنانية. أعلن مسؤول إسرائيلي وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز أن المبعوث الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية أموس هوكشتاين سيعرض اقتراحا إسرائيليا جديدا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشيرا إلى أن المقترح الجديد يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على حقوقهم. لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد توجيه لخلية الأزمة في اللجنة الوزارية المعنية بإدارة توزيع القمح والطحين بإجراء مسح ميداني في كل المناطق اللبنانية إلا أن أزمة الخبز انتهت بنسبة 90% والطوابير اختفت، وشكر كل الأجهزة الأمنية المعنية التي تعمل 24 ساعة ساهرة على الرقابة والتوزيع العادل والمحاسبة، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة وضعت حدا لتجار الأزمات، وقد ضبط أصحاب عدد من الأفران والمطاحن المخالفة لقرارات وزارة الاقتصاد وهم قيد التحقيق في القضاء المختص. فاصل ونعود. أحييكم مجددا ونتابع قراءة النشرة. البطريرك الماروني بشار مطرس الراعي في عظة الأحد أشار إلى أنه لا يمكننا أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة وكأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان النظام اللبناني، فلا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه تأليف، واستغرب أن يكون المعنيون بتأليف الحكومة يستخيفون هذا الأمر خلافا للدستور والطائف. وأضاف من أخشاه أنه إذا عجزت القوى السياسية عن التشكيل فستعجز غدا عن انتخاب رئيس للجمهورية.
مع العلم أن اتفاق الطائف جعل مجلس الوزراء إلى جانب رئاسة الجمهورية الركيزة المحورية ومركز السلطة التنفيذية، فلا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه التأليف، ونستغرب أن يكون المعنيون بتأليف الحكومة يسخفون هذا الأمر خلافاً للدستور واتفاق الطائف. إن تشكيل حكومة جديدة علامة ناطقة لاحترام النظام الديمقراطي والتوقف عن الانقلاب المستمر عليه وضمان اكتمال عقد المؤسسات الدستورية. متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي قال سنتان من الجدالات العقيمة آخرها ما شهدناه في الجلسة التشريعية الأولى للمجلس النيابي الجديد التي كنا نتوقع أن تكون جلسة إقرار مشاريع إصلاحية ضرورية، فإذا بها تقف شهيدا على أن المسؤولين في هذا البلد لا يهتمون بالإصلاح ولا يعرفون التكاتف لكنهم يمتهنون التناكف. سنتان مضتا والشعب يئن فقرا وجوعا وعطشا ومرضا وما من مستمع لتأوهاته. نعيد المطالبة باسم جميع أبناء بيروت المنكوبة ببذل أقصى الجهود من أجل استكمال التحقيق وإظهار الحقيقة كاملة وتطبيق القانون على كل من يظهرهم التحقيق على صلة قريبة أو بعيدة بتفجير المرفأ. وعيد التفجير وعدنا بتحقيق سريع يستغرق 5 أيام، وها عامان ينقضيان ولا تحقيق ولا حقيقة بسبب تعطيل التحقيق والاستقواء على المحقق أحيانا، كل ذلك من أجل تضييع الحقيقة وطمسي كل ما يساهم في كشفها. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وخلال إحياء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اليوم الأول من عاشوراء لهذا العام في مقر المجلس تساءل من يضع حدا للاحتكارات التي تخنق الناس من احتكار المواد النفطية واحتكار المواد الغذائية واحتكار الطحين ورغيف الخبز حتى لا يكاد المرء يحصل على رغيف خبز لأبنائه، داعيا الحكومة اللبنانية للاجتماع بشكل استثنائي تفاديا للانهيار الشامل واتخاذ قرار بقبول الهبة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتقديم الفيول لتشغيل معامل كهرباء منعا للانهيار الشامل بهدف إخضاع لبنان لشروط العدو الإسرائيلي وتخليه عن حقوقه في استخراج النفط والغاز من حقوله البحرية. أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال إحياء الليالي عاشوراء إلى أن هناك إطارا وطنيا مركزيا للقضايا الوطنية هو التالي: أولا، لبنان يعيش بمنطقة متغيرة جدا والعدو الإسرائيلي فيها تل أبيب، فيما لبنان يتعرض لأسوأ حصار دولي إقليمي تقوده واشنطن وبعض وكلاء الإقليم. ثانيا، تقسيم لبنان ليس ممنوعا فحسب بل مستحيل حتى لو أدى ذلك إلى حرب عالمية. ثالثا، ليس لأحد مصلحة بالفراغين الحكومي والرئاسي وواشنطن مصلحتها بالفراغ المسرطن، وحسم وضعية لبنان يتوقف على انتخاب رئيس جمهورية وطني وقوي وجامع بعيدا من التوابل السياسية. رابعا، العميل عميل والطائفية مرض خبيث وإسرائيل مصدر تهديد وجودي للبنان، والغطاء الأخضر على طول حدود لبنان مع فلسطين مركز قوة لبنان واللعب فيه ممنوع والمقاومة درع لبنان وكشف ظهرها خيانة. أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان بمناسبة ذكرى شهداء الجيش في 31 تموز بأن يوم شهداء الجيش مناسبة نستذكر فيها إرثا ناصعا مشرفا خطه شهداؤنا الأبرار في سجل الخلود وجسده جرحانا بتفانيهم وتضحياتهم دفاعا عن لبنان وصونا لكرامته، فلهم منا أرفع معاني التقدير والوفاء وعهدنا لهم بإكمال المسيرة مهما اشتدت التحديات. Thank you.
وضع النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات يده على ملف الباخرة لوديسيا الراسية في مرفأ طرابلس والمحملة بشحنة من القمح الأوكراني، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك إجراء التحقيقات الأولية بإشرافه المباشر والتثبت مما إذا كانت حمولتها مسروقة كما تدعي السلطات الأوكرانية أم لا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها. وكشف القاضي عويدات أنه أمر بالحجز الاحتياطي على الباخرة وحمولتها إلى حين الانتهاء من التحقيق وجلاء الملابسات المحيطة به، وأشار إلى أنه طلب من شعبة المعلومات التواصل المباشر مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان لتثبت مما إذا كانت البضاعة مسروقة، على أن تجري السفارتان الاتصالات اللازمة بسلطات بلادهما والاستحصال على المستندات والوثائق اللازمة. الذكرى الأولى لرحيل النائب مصطفى الحسيني في حضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة. إحياء الذكرى الأولى لرحيل النائب مصطفى الحسيني في لقاء تحت عنوان العيش الواحد والإنماء رسالة خالدة في حضور شخصيات وممثلين عن الرؤساء الثلاثة، وكانت كلمات أشادت بمزايا الراحل الكثيرة وشددت على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية التي لطالما نادى بها. هو خسارة كتير كبيرة للبلد، يعني خسرنا رجل منفتح، رجل لا طائفة، رجل بيحب الجميع، قريب من الكل. مع الوزير سؤال أخير، هل سيكون هناك حلول قريبا لموضوع القطاع العام؟ يعني هذا الحل يلي صار هلأ هو حل على شهرين، على شهرين بس تقدر العجلة الاقتصادية والإدارية ترجع تاخد مداها، لأنه ما فيك مثل ما بتعرف وقتها كل الموظفين بيعطلوا بيضربوا، ما بعيد في حتى مداخيل للدولة، ما بعيد فيك تدفع رسوم، ما بعيد فيك كله بيصير يوقف. إنما أكيد هيدي خطوة غير كافية، خطوة هلأ تمهيدية، أنا بشوف أنه لازم يكون في خطوات تانية وعم ينشغل عليها إن شاء الله. رجل كان معروف بانفتاحه، كان معروف بمؤمنه بصيغة العيش المشترك، كان يعتبر أنه البطريركية المارونية كمان هي أساس ببناء الكيان اللبناني وبناء لبنان اللي نحن بنعرفه اليوم. وكان شخصية نموذجية في قضاء جبال، شخصية بتتمتع بلغة الانفتاح، لغة الحوار. إنه احتفال وطني، لأن السيد مصطفى الحسيني كان وطنيا بامتياز، كان رجل يؤمن بالحوار ويؤمن بالانفتاح ويؤمن بالعيش المشترك، وعمل طيلة حياته لأجل هذه الغاية. صديقنا رحمة الله عليه كان يحب العيش وكان يدعو إليه، والعيش بالنسبة إليه هو رسالة. هذه المناسبة التي نلتقي فيها اليوم هي لنؤكد مجددا على وحدة لبنان بكل طوائفه، وأن لبنان الواحد لابد أن يستمر. وفي نهاية الاحتفال كلمة شكر من عائلة الراحل ألقاها ابنه فراس الحسيني. إن هذا العيش الواحد هو ما جعله يعشق بلاد جبيل ويعشق أهلها الطيبين الذين لم يبخلوا يوما عليه بمشاعرهم، لذلك قرر أن يتخذ من بلاد جبيل منطلقا لعمله في الشأن العام، وأراد الله أن يكلله بشرف تمثيلها قبل الفراق. رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن الأزمة الاقتصادية الصعبة والقاسية التي تشن على لبنان سببها النظام السياسي والاقتصادي اللبناني والفساد الذي بمعظمه من حلفاء أمريكا في لبنان، مشيرا إلى أن الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان هو الأمريكي وحلفاؤه، ورأى خلال المجلس العشوائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في بعلبك أن الحل لخروج لبنان من أزمة الاقتصادية والمالية هو باستخراج الثروة النفطية والغازية والإفادة من عائداتها. هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة والقاسية جدا المسؤول عنها النظام السياسي اللبناني والنظام الاقتصادي اللبناني والفساد في لبنان والذي بمعظمه هو من حلفاء أمريكا في لبنان. خلي يقولونا المسؤولين عن إيقاف النفط والغاز من بحرنا مين؟ إيران أو أمريكا؟
الحل للبنان هلا هو النفط وهو الغاز اللي موقفه أمريكا مش إيران، واللي موقفه شركات أوروبية وليست شركات إيرانية، واخدين العقد من سنة 2018 وموقفين الشغل من 2019، هن بيعرفوا انه في غاز بالبلوك رقم 4 بس موقفين للضغط، موقفين للتجويع والإذلال وللحرب النفسية والاقتصادية التي تشن علينا. الرمول تعيق عمل مراكب صيادي الأسماك في مرفأ ببنين العبد في عكار، والصيادون يناشدون المعنيين. يواجه صيادو الأسماك في مرفأ ببنين العبد في عكار من تراكم الرمول في المساحة المخصصة داخل المرفأ للمراكب ما يعيق عمل وصعوبة خروج المراكب للصيد. هذا الأمر ضعف في الأزمة الاقتصادية والمعيشية على الصيادين، وهم شريحة كبيرة من عائلات بلدات ببنين والعبد وقرى وبلدات سهر عكار التي تعتاش على صيد الأسماك. موضوع المرفأ يمكن مسكر، يعني ما بتطلع غير الفليك الصغيري بالغصيبة وبده تعزيل. هو نحن عزلناه بال2004، هلا نحن ما فينا نطلب الدولة انه والله تعال تدفع لنا مصاري، عارفين الوضع شو هو، بس قادرين هن يلزموه وياخذوا مصاري عليه، يلزموه ويعزلوه، لانه بال2004 هيك عملنا والدولة اخذت مصاري ولزميته. بال2010 2009 كنا نحن بالبلدية وعزلناه مع اليو ان دي بي، عزلوا دفعوا هن لشركة كبوا الرملات برا، بعد سنتين رجع المرفأ انتمر مثل ما هو. يعني الرمل بيعيق عمل المراكب. اكيد. طب مين بياخذ القرار بتعزيل المرفأ؟ وزارة النقل. شو توجهلهم كلمة لمعالي وزير النقل؟ هلا بنقول له الله يعينك لوزير النقل، ونتمنى انه يزورنا، يعني يزور هالمرفأ ويزور هالمنطقة. لك السكة يمكن روحت حتى حد المرفأ روح، ما بعرف كأنه يعني هيداك كمان مهم، بس نحن بتمنى منه انه يزور المرفأ ويطلع يشوف معاناة هالصيادين بشكل عام. يعني هيك الصيادين صار مثل حكيت بقية الناس بهالبلد، انه وضع تعيس، وضع شو اسمه شيء غلي، ميزوت حق تنكي 700,000، اذا بدور اللانش النص ساعة ويرجع ما في. يعني بالنسبة للفقر وللغلي بنشيل السنكيت بقى من بيعه، يعني بالاول كان سعر شيء وهلا سعر شيء، بالاول كان احسن من هلا، كان في حرب والمعيشه احسن من هلا. هلا اذا شلت مليون بكون عليك مليون حق مزود، يعني بتطلع سمك بمليون بتدفع مليون حق مزود، يعني بتطعم عيلتك بلا اكل. وبالنسبه لاسعار السمك اسعار ميته، وبالنسبه للمرفق في معاناه كثير. اولا المرفق مسكر بالشتوي، ما حدا بيطلع على البحر بنوب لانه بده تعزيل، واذا ما عزلوا قبل الشتوي دي جاي ممنوع حدا يطلع على البحر، لا نروح على التشليح. على امل ان تصل هذه الصرخه الى اذان المسؤولين. من عكار منذر المرعبي، امين سليمان، تلفزيون لبنان. إلى أخبارنا العربية والدولية، الرئيس العراقي يدعو لعقد حوار وطني، والمتظاهرون يصعدون ويقتحمون البرلمان للمرة الثانية خلال أيام. بعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول 2021، يشهد العراق شللا سياسيا تاما، إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة. هذا ويحاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء بعد دخولهم للمرة الثانية مبنى البرلمان، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيدا في البلاد. بالتزامن أفاد مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد بأن اعتصامنا في البرلمان العراقي مستمر ولا مفاوضات مع الإطار التنسيقي. هذا وكان قد أعلن مساء السبت التيار الصدري في العراق بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعد ساعات على اقتحام محتجين من التيار للمبنى عن طريق إسقاط الحواجز الإسمنتية والدخول إلى المنطقة الخضراء، تنديدا بتسمية الإطار التنسيقي مرشحا لرئاسة الحكومة الذي يعتبرونه مخربا من رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي خصم الصدر السياسي. إلى ذلك أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن الظرف الصعب الذي يمر به بلدنا يستدعي التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، مؤكدا أن الحوار المطلوب بين الأطراف السياسيين يجب أن يبحث في جذور الأزمة وأن نتجاوز الأزمة بالبلاد. وكان المتظاهرون من أنصار التيار الصدري اقتحموا مبنى البرلمان العراقي في بغداد ودخلوا إلى القاعة الرئيسية،
في المقابل التزمت قوات الأمن بتوجيهات بتجنب الاحتكاك مع المحتجين الذين اقتحموا المبنى. من جهته أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، داعيا جميع قادة الكتل السياسية للقاء وطني، داعيا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات والمتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية وحفظ ممتلكات الدولة. والآن إلى الصفحة الرياضية مع طارق غزالي. قدم ماكس فيرستابن أداء شبه مثالي ليفوز بسباق جائزة المجر الكبرى مع ريد بول بعد الانطلاق من المركز العاشر ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1. واستفاد فيرستابن بطل العالم من أخطاء فيراري ليحقق الفوز متفوقا على ثنائي مرسيدس البريطاني لويس هاملتون وجورج راسل. واكتفى شارل لوكلير بالمركز السادس بعد خطأ في استراتيجية فيراري باستخدام الإطارات الصلبة السيئة في وقفة الصيانة الثانية ليفقد الصدارة. توج ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية للمرة الأولى منذ 16 عام بعد فوزه بنتيجة ثقيلة 3-1 على مانشستر سيتي بطل الدوري. ومنح أرنولد التقدم لليفربول بعد 21 دقيقة من البداية، وتسبب داروين نونيز في ركلة جزاء واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ونفذها محمد صلاح بنجاح. وأضاف نونيز المنضم لليفربول هذا الموسم خادما من بنفيكا البرتغالي الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. مشاهدينا إلى هنا نصل لختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.